بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم هو عن التكرار أو repetition، وهو اللي يتم باستخدام ما يسمى باللوبس أو الحلقة، ترجمة حلقة أو دورة دوران. ونستطيع تعريف loop إن language construct that allows the computer to repeat computational task، أو بنية لغوية. البنية اللغوية زي ما نقول جملة statement، تسمح للكمبيوتر بتكرار عملية حوسبية معينة. طيب، خلونا نشوف معنى التعريف هذا من خلال مثال نستخدم فيه loop. مثلا لنفرض أنه طلب منك أنك تكتب برنامج يطبع ثلاث نجمات، يعني في كل نجمة بسطر لوحدها، فنجمة نجمة نجمة، هذا هو الأوتبوت حق البرنامج اللي مطلوب منك. خلونا نكتب البرنامج هذا مع بعض ونشوف كيف راح نسويه. طبعا راح يقول واحد، يقول لك والله أنا أبغى أستخدم system out printlen، زين، يعني مطلوب مني أطبع ثلاث نجمات. إحنا نعرف نسوي الشيء هذا، سويناه قبل أو سوينا شيء شبيه فيه، فراح أقول بالشكل التالي: system.out.println، وبعد كذا نجمة. وطبعا راح لاحظ إني راح أكرر، عفوا، راح أنسخ العبارة هذه وراح ألصقها مرة ثانية مرتين. طيب، هذه المرة الأولى وهذه المرة الثانية. زين، طيب، هذا برنامج يطبع لنا ثلاث نجمات. لو حفظنا البرنامج ونفذنا، روح run as java application، طبع لنا ثلاث نجمات. طيب، الآن استطعنا أن نكرر عملية حسابية، زين، أو حوسبية، عفواً، computational task، وهي طباعة نجمة، زين، استطعنا أن نكررها ثلاث مرات بدون استخدام loop structure، بدون استخدام الجملة تكرارية. لكن لو فرضنا أنه طلب منك شخص من الأشخاص انك تطبع مثلا 1000 نجمة، كيف راح تسويها؟ طبعا ممكن يقولك واحد، يعني اني والله راح انسخ system out println والصقها 1000 مرة، وبكذا يصير عندي برنامج يطبع 1000 نجمة. الكلام هذا صحيح، فعلا كلام صحيح، لكنه طبعا يعني عملية يعني مكلفة، وإحنا أصلاً فائدتنا يعني واللي نبغى من الكمبيوتر إنه يسويه لنا، يعني من أهم الأشياء اللي نبغى من الكمبيوتر إنه يكررنا العمليات المملة هذه، زين، أو العمليات اللي تحتاج منه وقت طويل جداً. يعني من أهم فوائد الكمبيوتر لو تفكر أنت إنه ينفذنا عمليات حسابية وأشياء زي كذا تأخذ منه إحنا وقت طويل جداً، لأنه الكمبيوتر نفذها بشكل سريع. فإذاً يعني الكلام هذا غير مفيد. وفي الحقيقة راح نستخدم هنا loop، زين، راح نستخدم جملة تكرار تفيدنا أو تساعدنا على أن نكرر عملية معينة عدد محدد من المرات قد ما نبغى. كيف نكتب الجملة؟ نكتبها بالشكل التالي. أول شيء خلينا نفكر وش العملية اللي راح نكررها. زين، العملية اللي راح نكررها هي طباعة نجمة، مضبوط. طلب منا كم مرة نطبع نجمة؟ قال لك والله المرة الأولى قلنا 3، المرة الثانية قلنا 1000. زين، طيب، نفرض أنه الآن مثلا نبغى نكرر عملية طباعة النجمة 10 مرات. زين، طيب، إذا العملية اللي راح نكررها هي هذه الجملة، هذه هي الجملة اللي تطبع نجمة، هي اللي نبغى نكررها. زين، نبغى نكررها كم مرة؟ نبغى نكررها 10 مرات. خلينا نشوف كيف نسوي. أول شيء نشيل هذولي،
زين ما نحتاج إلا مرة واحدة. الآن نبغى نخبر الكمبيوتر أو نطلب من الكمبيوتر باستخدام loop statement مضبوط، إنه نطلب من الكمبيوتر إنه يكررنا العملية هذه 5-10 مرات. كيف نسوي الشيء هذا؟ أولا نعرف ما يسمى بالكاونتر ونعطي قيمة ابتدائية 1. زين بعد كذا نقول طالما الكاونتر أصغر من 10 أو يساوي أصغر من أو يساوي 10 فإنك نفذ لنا العملية هذه، ويفضل إنك تسوي تاب هنا. زين طبعا هذا مو بشيء ضروري لكن يفضل عشان تعرف ان هالعملية هذه راح تتكرر مع الوعد، زي ما شفنا في الجملة الشرطية والإف ستيتمنت شبيهة جدا التركيبة، يعني تركيبة الجملة. طيب الآن هنا زين ناقصنا حاجة معينة طبعا، وهي اننا راح نضع قوس هنا، راح نضع قوس ثم بعد كذا راح نقول counter plus plus بمعنى زد الكاونتر 1. وش معنى الكلام هذا؟ الآن أول شيء قبل لا ندخل بالتفاصيل، زين قبل لا ندخل بالتفاصيل فائدة الكلام هذا اللي كتبناه إنه راح يكرر لنا طباعة نجمة 10 مرات. طيب فكر في الكلام هذا، فكر في اللي كتبناه هذا، زين فكر يعني ترجم هذه بمعنى انه طالما الوايل ترجمتها باللغة العربية او في الحالة هذه يعني في البرمجة ترجمتها هي طالما، زين ففكر استناد للترجمة هذه حاول تقرأ البرنامج بنفسك. زين عرف كاونتر اعطوا قيمة 1، طالما الكاونتر اصغر منه يساوي 10 اطبع نجمة وزيد الكاونتر 1. زين خلوا بس ننفذ البرنامج بشكل سريع حتى نتأكد أو حتى يعني أوريكم أنه فعلا راح يطبع لنا نجمة، فعلا طبع لنا 10 نجمات، طبعا ما تطلع كلها نجمات لكن لو رقينا فوق تلاحظون لو نعد النجمات هذه راح تطلع لنا 10 نجمات. طيب في الفيديو التالي إن شاء الله راح نشرح العبارة هذه بمزيد من التفاصيل.